السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المنتزه الحضري لواد سمر فضاء جديد يفتح أبوابه أمام الراغبين في التمتع بجمال الطبيعة وهدوئها. إلى وقت غير بعيد كان هذا الموقع أكبر مصب للنفايات في الجزائر العاصمة، حيث كان يتلقى ما يقارب 2500 من النفايات يومياً قادمة من مختلف بلديات العاصمة. كانت لدي شارج بكري، كان فيها الدخان، دخان يلحقنا حتى للديار. أما بالنسبة للأمراض كانت منها الأمراض الله يحرق الصدر تاع الانسان، ما يقدرش يتنفس. كان كيضرب بالريح، تشوف صاشيات اللي كانوا يدخلون على المزرعه، اللي هو ماشي نقي. وماوش غير حنا، معناتها المنطقه كامله بدا الحراش والتسمار الكاليتوس هادو كاع كنا نضروا، سيرتو النهار اللي يكون شويه ريح بالريحه والدخان كانت لحقنا حتى للدار. وحفاظا على البيئه وضمانا للاستغلال الامثل لهذه النفايات، تم تحويل هذه الثروه الى مصدر بديل للطاقه النظيفه من خلال تقنيات حديثة تساعد على توليد الطاقة من الغازات المنبعثة من هذه النفايات. المرحلة الأولى من الدراسة بدأت في 2006 وتتمثل في المس الطبوغرافي للمنطقة، الدراسة الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية للمكب، تقييم الغاز الحيوي الناتج من النفايات عبر حفر عن طريق حفر الآبار، تقييم التلوث الناتج عن عصارة النفايات، وكذلك إنجاز دراسة مفصلة لغلق وإعادة تأهيل المكب إلى حديقة عمومية. تعد مفرغة واد سمار أنموذجاً لمفرغة حولت إلى حديقة صديقة للبيئة، كما ساهمت في إنشاء طاقة جديدة ومتجددة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.